يكون أجل انقتال. هادي آخرة المشي البطال. أبو دومة كان يستحقها من 20 سنة. ربنا سطر عليه كتير. ربنا يا جماعة بيصرها على الواحد مرة واتنين، لما بيلاقي مفيش منه فايدة بينزل غضبه. أنا مش زعلان على أبو دومة، أنا اللي زعلان عليه بدرية وابنها. بعد ما ربنا بيعدلها لها بترجع تقلب عليهم تاني. مش جايز ربنا أراد لها التوبة، واللي حصل ده يكون في مصلحتها. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بيقول لك الرصاص نزل عليه من كل ناحية، خلى جكته زي الغربال. وده إيش يكون في عذاب الآخرة؟ اللي زي دي على النار عدل، ربنا رحمته واسعة. اللي زي دي لا يستحق الرحمة. ليه يا سيدني؟ مش ربنا مقدر له اللي عمله وكاتبه له؟ كان هيروح منه فين؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يعني كل اللي عمله أبو دومة ده كله كان على غير إرادة ربنا؟ أستغفر الله العظيم، مفيش حاجة بتحصل في الكون ده كله على غير إرادة ربنا. الله، طب مدام ربنا كاتب لنا حاجة ليه بيحاسبنا عليها بعد كده؟ انت يا صبحي بتتكلم في موضوع كبير قوي، محدش قدر يفهمه، البعد عنه أحسن. ليه بس يا عم صابر؟ ما هو إذا كان ربنا عارف اللي هنعمله وكاتبه علينا يبقى ليه بيحاسبنا؟ وإذا ما كانش عارفه، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. طب أنا هسألك سؤال يا عم صابر، عمرك سمعت عن واحد بيصلي ويزكي ويصوم ويعرف ربنا ويتجيه ويقول ليه ربنا هيدخلني الجنة؟ ما هو اللي كاتب عليا الطاعة ومقدرها، وأنا ما عملتش حاجة بخطري عشان استحق عليها المكافأة؟ لا، ما حدش قال لك. أيوة بس أنا مش فاهم أنت بتقول يا شيخ أمين. عايز أقول إن حكاية المقدر والمكتوب دي بيتشعلق فيها الغارقون في الذنوب عشان يلاقوا عذر في معصية الله. كلنا ذنوب يا شيخ أمين. عشان كده صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما وقفوش في الحكاية دي ولا ادولها اهتمام. صح كلامك يا شيخ أمين، بس انت هربت من السؤال. إن كان ربنا كاتب علينا حاجة ليه بيحاسبنا عليها بعد كده؟ أصلها صعبة شوية، وأنا كل من أكلمكم في الحكاية دي أرجع أأجلها. جت حكاية أبو دومة فتحت الموضوع. يا سالم، سالم قوم رعم الحاج، هات الغدا يا ابني، القعدة هتطول. الله يسامح أبو دومة، وهو عايش كان قرفنا، وبعد ما مات قلب دماغني. بياضي يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، أنا ما أعرفش إنك في بالك. ما أنا لسه واصل، بس قلت أفوت عليك قبل ما أنزل دارنا. شرف وتأنس دارك. أهلا وسهلا، اتفضل استريح. ايه خير ان شاء الله؟ خير؟ هو خير بعقل؟ ده خير ملوش اخر يا قبيصي. ايه خلاص السكه الجديده هتمشي بلدنا؟ اليومين الجايين دول هيبتدوا التنفيذ اهو زي الرسم دي. ايه انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ها؟ ايه مش دول التلات فدادين بتوعك؟ إيه؟ الطريق ماشي قدامهم عادي لهو. ايه ده؟ انت بتقول ايه يا بياضي؟ بتقول ايه يا بياضي؟ هو انا اللي بقول؟ ما هو الرسم قدامك اهو، ارضك اهي، وادي الطريق ماشي قدامها عادي لهو، وبعدين على ارض سرحان، وبعدين على الكوبري اللي على الترعه، ويفضل ماشي بقى لغايه الطريق الطوالي. ما شاء الله ما شاء الله. ده معناته ان الثلاث فدادين بتوعي هيرتفع تمنهم ويتضرب في اتنين. قول ثلاثه، قول اربعه، ساعتها بقى هتلاقي اللي يقول لك ايه، اديني الحته دي اعملها قهوه، واللي عايز حته يعملها طرمبه بنزين، واللي عايز. انا مش مصدق، انا مش مصدق ابدا يا بياض. ملك الملوك اذا وهب لا تسالن عن السبب. ايوه يا اخويا، ايوه ايوه، سمعني الشعر الجميل بتاعك اللي ما سمعناهوش بقالنا زمان. ما انا اخر اول ما نزلت البلد قلت لازم ابشرك. لا ده انت حلاوتك كبيره قوي، حلاوتك عندي غداك عندي النهارده، بطتين كبار قد كده هم متزغطين هيوصلوا على دار. يا عم انا مش مستني حاجه. لا ايه ده، غير الزياره تمام التمام تاخدها معاك وانت نازل على مصر. الله يبارك لك. تعرف يا بيصي ايه السكه دي زي ما تكون معموله لك انت مخصوص.
ايوه الحمد لله، بس تعرف بقى ايه اللي انا خايف منه؟ يا عم المشروع انتهى على كده وخلاص، الرسومات دي اعتمدت. انا مش قصدي على كده يا باضي، انا قصدي اقول لك يعني على الجر والحسد. انا خايف لا العين تصيب زغلول ولا امه. ربنا الحافظ يا قبيصي. ونعم بالله ما قلناش حاجه. طيب انا ليا طلب عندك يا باضي، وعايزك يعني تطوعني فيه. خير يا قبيصي؟ يعني انا عايز الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك، ما حدش يعرفه من اهل البلد. طب وده كلام؟ ده كلها كام شهر وهتبص تلاقي قياسين المساحه جايين يحضروا الطريق. يا سيدي ساعتها يحلها ربنا، ما فيهاش حاجه. يعني انت عارف العين توقف المراكب السايره. ايوه بس اصل انا كنت عايز ابشر سرحان، ما هي برضه السكه ماشيه قدام الفدادين بتوعه. ما انت عارف سرحان ما بتبلش بوج وفوله. عشان خاطري اخدمني في الحكايه دي، مش هنسالك الجميل ده ابدا. خلاص يا ابو ياسر خلاص. يعني خلاص؟ خلاص قلت لك خلاص. طيب خلاص بقى، الخريطه دي مالهاش لزوم معاك، خليها معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقى كل مخلوقات ربنا مجبورة على الطاعة، الملائكة، الشمس، القمر، الشجر، الدواب، كلهم بيسبحوا بحمده وما يقدروش يخلفوه. ربنا سبحانه وتعالى استثنى من خلقه اثنين، الجن والإنس، وسب لهم حرية الاختيار بين الطاعة والعصيان. يعني حرية الاختيار دي بإرادة ربنا مش على غير إرادته. كان قادر يخليه مجبور على الطاعة زي بقية خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طيب يا شيخ أمين يا ابني، ليه ربنا ما عملناش زي بقية خلقه ورجعنا؟ أيوه، ربنا سبحانه وتعالى عايز يكرم بني آدم على بقية المخلوقات. ربنا يا جماعة عايزنا نطيعه عن حب واقتناع مش عن كره وغصب. أيوة بس هي فكرك يعني أن ربنا استغفر الله بيجي علينا شوية في الحرية دي؟ من رحمة ربنا سبحانه وتعالى علينا أنه ما سابش كل حاجة في الإنسان باختياره. في حاجات مش باختيارك، قلبك بيدق، صدرك بيتنفس، بطنك بتشتغل. لو ساب لك حرية الاختيار في دي هتنام ولا هتنسى وتبقى مصيبة. يعني اللي فيه اختيار يعني يمشي في الطريق الصح يعني يمشي في الطريق الغلط. ودانا العقل اللي نميز بيه، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلى فطرة الإيمان جوانا. يبقى اللي يعصى بعد كده يا جماعة إيه؟ يستاهل العقاب. وربنا عارف من الأول مين اللي هيطيع ومين اللي هيعصى. عارف وكاتب، بس ما فرضش علينا لا طاعة ولا عصيان. أيوة هي الحتة دي اللي محيراني شوية. مدام ربنا سبحانه وتعالى عارف وكاتبه علينا من الأول، يبقى مفروض علينا. لو أنت عندك عيلين يا شيخ أحمد وديت لكل واحد 5 تعريفة يصرفها، انت عارف ولادك كويس، عارف ان في واحد هيصرف فلوسه لله وعارف ان التاني هيجيب بيهم دندور موسداني. انت ما قلت لهمش يعملوا ايه بالفلوس، بس انت عارف اللي هيحصل وبيحصل اللي انت عارفه. الله يفتح عليك. ايوه وممكن يصادف وما يحصلش. لو انت عارف ولادك مية مية مش هتخيب معاك. ربنا بقى يا جماعة علمه كامل ومطلق وما فيهوش غلط، عارف اللي هيحصل وكاتبه بس ما فرضوش علينا. فتح الله عليك يا ولدي. يا أمين يا ابني، أنا بقالي 40 سنة حافظ القرآن، أقرأه كل يوم، لم يصل إلى عقلي هذه المعاني. فتح الله عليك، فتح الله عليك. Thank you.
من ساعة البياضي ما كلمك على السكة وانت حالك بقى حال حتى النمطر من عينك. ايوه برج الدماغ الله يسمعه. لا يا اخويا هي حاجة وحشة كفلنا الشر. دي أرضك هتطلع على السكة كده عدل. يا هني أنا مش بتكلم في أرضي، أنا في دماغي حاجة تانية. الله طب وماله ما نتكلم فيها أنا وأنت وزغلول؟ لا اوعى تجيبي سيرة زغلول، لا يروح يتأمع ويقعد في وسط الناس ويقول أرضنا طالعة على السكة الجديدة يبوظ كل اللي في دماغي. طب إيه اللي في دماغك؟ داني مراتك ستر وغطى عليك، اللي هتقولهولي مش هيطلع من حنك لحد. أنا هقول لك يا هني بقى التلات فدانين بتوعي على السكة الجديدة. الواد سرحان الفدانين بتوعه زيهم تمام وهو ما يعرفش الحكاية دي. أنا حلف عليه من ورا أشيل الفدانين بتوعه يبقى عندي خمس فدانين على السكة. طب ومال؟ بس العين بصيرة والإيد قصيرة هتجيب حقهم منين؟ أيوه أنت فاهمة يعني نهبل ولا عبيطة؟ ما أنا فكرت في الحكاية دي كويس. أنا هروح لشيخ البلد أبوظ البيعة بتاعت الـ 12 جرات وأخد المقدمة اللي دفعته. حرام، ده حاطط امله على انه ياخد القرشين يسد بيهم الارض بتاعته علشان ما تطلعش في المزاد يا اخوي. هلا وانا داخل ايه يعني؟ هو انا كنت قلت له افتح دارك للي رايح واللي جاي واكل ده واكل ده واذبح حوالي، ولا المساله هتيجي على دماغي انا؟ حتى لو رجعت في البيع هي فلوس ال 12 قيراط هيكفوا ثمن فدانين لسرحان؟ اي والله يعني ما هو ده اللي ملخبط دماغي. طب ومين قال لك ان سرحان عايز يبيع ارضه؟ اي مهانه حدي له قرشين زياده يروح يبيعهم لك ويروح شاري هو بقى فدانين في حوض تاني. وهتجيب منين ده كله؟ ايه وهتقول امسكوا ايديكوا شويه ايدينا اتلبشت من كتر المسك. لا 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 المساله مش مسك ايديه، مساله عاوزه حزمه شقله كبيره كده. انا والله بفكر يا هنيه يعني انني اروح ارهن الثلاث فدانين بتوعي ويعني اجيب منهم قرشين و... ايوه بيقولوا سمعان بيسلف البندر. بيسلف في البندر بس بالربي زي بعض، مهاني اللي في الاخر كسبان، الفدان هيجيب قد تمنه مرتين تلاتة. يا راجل حرام عليك، خاف ربنا بقى، ربنا بيديك ده كله وبرضه عاوز تاخد فلوس بالربي؟ وانا هعمل ايه؟ ما هو غصب عني. انت عاوز تمشي الكون على مزاجك؟ اسمع يا هني انا مضطر ان اعمل كده. هتتكلم في ايه الليله يا امين؟ مدام البياضي هنا تبقى القعده قعده شعر. معقول يا جماعه قعده شعر؟ نترك قاعده العلم ونتجه للشعر؟ مين اللي قال كده؟ لا بقى نسيب الحسنات ونتجه الى السيئات. لا يا سيدنا لا، الشعر مش سيئات، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيسمع شعر في المسجد من الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه. قول لنا الأول يا بياضي، يا أخبار السكة الجديدة بتاعت بلدنا؟ ولا حاجة، ده أنا حتى سأله وإحنا جايين علينا قال لي ولا حاجة. يبقى ما فيش فايدة منها. لا 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 لا، هو المشروع نازل نازل بس قدام شوية. مدام قدام شوية يبقى مش نازل، خلونا في الشعر أحسن. يا جماعة مش نعرف الأول إن كان الشعر حلالا أم حراما؟ الشعر يا سيدنا زي السكينة، تذبح بيها فرخة ما فيهاش حاجة، لكن تقتل بيها بني آدم ده اللي يبقى زم. وانت آخر أشعارك يا أمين؟ أنا عاوز أحط معاني القرآن الكريم في الشعر. ما شاء الله ما شاء الله. طب ما تسمعنا قلت ايه؟ تحرى الى الرزق اسبابه ولا تشغلا بعدها بالك، فانك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك. الله 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 الله، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. اهو ده الشعر ولا بلاش يا بياضي؟ مش الشويه اللي انت ملموم عليهم في مصر حد منهم يقدر يقول بتم من دول؟ ازاي بقى يا عم صبحي؟ عندك شوقي بيه ومدايحه في الرسول عليه الصلاة والسلام دي ما حدش يوصل لها. طبعا، بس على فكرة الشعر مش كله كده يعني، ده في شاعر في مصر اسمه عبد الحميد الديب
ما يعرفش غير في الشتيمة وقلة الحياة. ايوه عارفه عارف. ده حتى ما عتقش أبوه وأمه. قال فيهم إيه بقى؟ أبي وفي النار مثوى كل والدة ووالد أنجب للبؤس أمثالي. يستاهلوا، ما عرفوش يربوه. ده في أكتر من كده، ده في قصيدة بيشتكي فيها فقره ومرضه، بيقول في أواخرها: لولا بقية دين أمسكت قلمي لقلت إن إله الخلق لم يرني. استغفر الله. بس على فكرة أمين، هو لا عجبك ولا أنت عجبه. وهو يعرفني منين؟ أيوة، ما أنا قلت له القصيدة بتاعتك في الإسراء والمعراج وفي ذكرى سعد باشا. وإيه اللي مش عاجبه فيه؟ هو بيقول إن الشاعر اللي ما يقولش في الهجاء والشتيمة ما يبقى الشاعر. يعني ما كانش الشاعر يشتم الناس ويقل أدبه ما يبقى الشاعر؟ ده كلامه. طب إيه رأيك إن أنا كاتب قصيدة في عبد الحميد الديب ده وماسح بيه الأرض؟ طب ما تسمعنا يا شيخ أمين. لا، أسمعها له هو الأول ويقول لي إذا كنت زاحة على الناس ولا لا. طب الدهاني وريها له. ولا أنت يا عم بياضي، أقولها له هو الأول ويقول لي إذا كنت زاحة ولا لا. خلاص، لما تيجي مصر نروح له سوا. أنا نازل مصر بكرة إن شاء الله، متفق أنا وزمايلي هنقابل النحاس باشا ونشكره على القرارات اللي لغت الرفض ولغت الحكم اللي أنا خدته. بعد ما نشكر النحاس باشا نبقى نطلب منه إلغاء الأحكام العرفية. بس احنا يا بكوري جايين نشكر مش جايين نطلب. جرى ايه يا عبد لطيف؟ هو مش كان بيهاجم الأحكام العرفية قبل ما يمسك الوزارة؟ الوضع اختلف دلوقتي يا بكوري. اختلف في ايه يا أمين؟ دي سلاح في ايد الحكومة كده ولا كده؟ لا يا بكوري، المشرط في يد الجراح غير المشرط في يد السفاح. ايوه انا عارفك بتحب النحاس باشا قوي. راجل يستاهل ويعرف ربنا ويعمل حسابه في كل حاجة. نحاس باشا زعيم الأمة. النحاس زعيم الأمة. النحاس. ازيك يا شعراوي؟ الحمد لله يا باشا، دول زمايلي اللي أنصفتهم ورجعتهم لمعاهدهم، جايين عشان يشكروك. يا أهلا يا باشا. أهلا بيك. طب يلا باشا اتحلكوا في الدراسة عشان تعوضوا اللي فات. ان شاء الله اشوفكم بعدين عشان عندي اجتماع. اتفضل يا باشا. رعايه الله يا باشا. وحبيبكم مين؟ النحاس. وزعيمكم مين؟ النحاس. وزعيم الامه؟ النحاس. وحبيبكم مين؟ النحاس. وزعيم الامه؟ النحاس. بقول لك ايه يا امين، احنا دلوقتي هنطلع الازهر، هتيجي معانا؟ لا، انا عندي ميعاد مع البياضي، في مشوار هنروحه سوا. بياضي بياض الله وجهك. برضه مش عايز تقول لي القصيده اللي عملتها في عبد الحميد الديب؟ ما انا لما سمعتها له قال لي ما تقولهاش لحد. يعني يا اخويا هو عطى حد اهو، يمكن حاجه زي دي تعلمه وتخليه يلم نفسه. المهم ما دام جيت مصر انا كنت عاوز اطلب منك حاجه، ما اعرفش انت كنت تقدر عليها ولا لا. خير يا امين امر. انا عايز اقابل شوقي بيه. ايه انت عامل له قصيده شتيمه برضه هو كمان؟ لا. هو انا اقدر؟ ده ما يستاهلش غير كل خير. انت عايزه في ايه؟ كلمتين في نفسي عاوز اقولهم له. اعرفهم الاول؟ هتعرفهم ان شاء الله لما نقابله لو في نصيب. عموما هو شوقي بيه بيقعد كل ليله في كازينو على النيل، نروح له ونشوف الظروف والراجل مش هيتأخر عننا. ولد الهدى، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء. يا سلام. الله الله الله. وحافظ ايه تاني؟ كل قصايدك اللي سعادتك كتبتها وقلتها ووصلتني انا حافظها. وايه المجالات اللي بتحبها اكتر؟ كل قصايدك اللي قلتها في المولد النبوي الشريف، وقصايدك اللي بتتكلم فيها عن الإسلام وعن الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط،
ده شيء عظيم، بس في عتاب، في حاجة مزعلاني لو تسمح لي أن أقولها. خير يا ابني؟ قصتك اللي بتودع فيها شهر رمضان الكريم وبتقول في أول بيت فيها: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. وإيه اللي مزعلك في كده؟ الواحد بعد ما بيخلص شهر رمضان الكريم بيشكر ربنا ويعهده أنه يواصل التوبة وأنه ما يرجعش للخمرة اللي بطلها. أقدر أعرف دراستك إيه؟ أنا في السنة الأخيرة في المعهد الأزهري بتاع الزجازيك. حافظ القرآن طبعاً؟ الحمد لله. أسمع الآيات الأخيرة من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هو ده رد عليك يا ابني. عندك حق فعلا، مش كل حاجة بيقولها الشاعر بيعملها ويقصدها. حتى العرب زمان كانوا بيقولوا: أعذب الشعر أكذبه. يا ساتر على طمع الناس. الناس ماسكة في الدنيا بإيديها وسنانها، حد بياخد حاجة معاه؟ ايه اللي مزعلك بس يا ابو زغلول؟ الراجل اسمه سرحان بعد ما اتفقت معاه على سعر الفدادين عاوز يزود 20 جنيه عن السعر اللي ماشي. يمكن فاكر ان ارضه هتطلع على السكه. لا، ده لو عرف حاجه زي دي مش هيبيع من اساسه. طب شد عليه شويه وهو اللي هيجري وراك. ما هاني خايف اهمله يعرف حكايه السكه الجديده دي. ما هو الحكايه دي مش هتستخبى، كلها كام يوم وهتبان. طب وبعدين؟ وهتجيب له فلوس الفدانين منين؟ ما هاني اتفقت مع سمعان يسلفهم لي بالربه وارهن التلات فدانين، بس ربا حراج قوي. اتقسي ايه؟ ما بتخافش من ربنا؟ اني لو منك بناقص الفدانين بتوع سرحان دول، وكفايه اللي حدانا يا اخويا. لا، ما انا فضيت البيعه بتاعت احمد الطويل، والراجل واخد على خاطره مني. ولا واخد على خاطره منك ولا حاجه، ده بعت لك مرتين ثلاثه عشان تروح له الدار. مين هيقول نمشي بيع؟ مش حكاية البيع، أتاري الكبارات كلهم عدوا الليلة عاملين جلسة صلح بين عيلة الشافعي وعيلة مسعود، وكانوا عايزينك تبقى معاهم. ايه إن كان كده أروح له كده. معلش، قال لي دم أخويا صلاح ما يروحش هقدر أخد بطاره الأول وبعدين ابقوا اعملوا الصلح اللي انتوا عايزينه. يا رضوان أخوك صلاح ده يبقى جوز شريفة بنت ابن عمتي، يعني أنا اتصبت كمان في قتله. أيوه، عشان كده بقى ابنك إبراهيم مصاحب ولد الشافعي اللي قتلوه. إحنا مش عايزين كلام ملوش لازمة، إحنا بنقول اللي بينك وبين عيلة الشافعي يتنسي، وإحنا ولاد النهاردة. هتفضلوا تقتلوا بعضكم لحد إمتى؟ ده حتى ما يرضيش ربنا. ربنا هو اللي حكم بكده، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ما تتكلم يا شيخ أمين. وهي محتاجها أمين في إيه بس؟ ما في آية في كتاب ربنا عن الموضوع ده، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ما تكمل الآية يا رضوان، فمن تصدق به فهو كفارة له. إحنا مش عايزين نتصدق بقى، إحنا عايزين حقنا. بس القصاص مش حقكم، القصاص لولي الأمر يعني الحاكم، لكن لو كل واحد خد حقه بيده هتبقى فوضى. الله ينور عليك يا شيخ أمين. وما ينورش ليه؟ ما انتوا يا ولاد الشافعي خدتوا حقكم. الحاكم هو اللي يقدر يحجج ويتحجج من القاتل، إنما كل واحد هياخد المسألة بالشبهة والظن. ما هو لو أبوك بقى ولا أخوك اللي اتقتل وعليك إنك تاخد بطاره ما كنتش قلت الكلام ده. هو أنا اللي بقول ده رأي العلماء كلهم. هي إيه الحكاية؟ انتوا مش معبرين حد، كبارات البلد دول مش مالين عينكو؟ ليه بس يا كبير البلد؟ قلنا عيلة مسعود وعيلة الشافعي يتصالحوا، واللي ليهم دم عند التاني يا يسامع يا ياخد الدية.
احنا عيلة الشافعة اهو موافقين ومستعدين دلوقتي نقرا الفاتحة على كده. ايه وانت يا رضوان لا راضي بحكم الناس ولا قابل حكم الشرع؟ وايه اللي انتوا عايزينه منا؟ نفضنا من اللي فات ونقرا الفاتحة على كده. الفاتحة يا رضوان. لا ما تقرا الفاتحة، مش عايز تقرا ليه؟ عيب يا رضوان، ما يصحش كده. نقراه، كل واحد يقرا الفاتحة حسب نيته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيلة مسعود نيتهم مش خالصة، قروا الفاتحة غصب عنهم. يو بعد اللي قالوا امين لسه داخل في دماغهم ان الطرد شرع ربنا؟ ده ما فيش حد عارف شرع ربنا زي امين. البلد كلها ما حدش يختلف على كده. اصل النهارده ما خدتش راحتي في الكلام مع عيله مسعود، بس انا ناوي اروح لهم مره واتنين واكلمهم في الموضوع ده لحد ما اطلع اللي في دماغهم. واني برضه هفضل ورا ولاد الشافعي لحد ما قلنا تقصر عن ولاد الشافعي. وانت يا امين سيبك من ولاد مسعود دلوقتي، خليها بعدين. ليه بس يابا؟ امتحان البكالوريا قدامه شهر. بص بقى لدروسك، كفايه اللي راح منك السنه دي. نم 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 ايه وصلت لايه؟ حط العلامه هنا كده وشرق لحد قبل الكوبري ب 200 متر. 200 متر طيب لم هات يابا. لا 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 جراها يا اخينا. انتوا هو انتوا بتعملوا ايه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، دي حاجه جن. ايه يا سيدنا انتوا بتعملوا ايه يا عزافه؟ بنحدد السكه الجديده هيبتدوا فيها. خلاص السكه الجديده مش هنا. غلط، السكه الجديده هناك بعد الجميزه اللي هناك دي. الجميزه يا عم انت هتعلمنا شغلنا؟ احنا عارفين شغلنا كويس. عارفين شغلكم كويس؟ وين عارف كمان ارضي كويس قوي السكه ماشيه قدامها؟ الله يا سيدي ما تعطلناش، احنا مش فاضيين. مش فاضيين يا سيدي؟ انتوا اللي غلطانين، ما انتوش فاهمين. ادي الخريطه اهي، اتفضل. خريطه؟ شوف يا سيدي الخريطه اهي، دول الثلاث فدادين بتوعي، والفدانين اللي جنبهم دول بتوع سرحان وانا اشتريتهم منه، بس لسه ما نقلناش التكليف. يا فهمي فضك منه، خلينا نروح قبل المغرب. يا دق الحديد اهو قبل المغرب. طب يا مين بالله ده نازل مساحه بكره مقابل المدير وقال له الرجاله بتاعتك مش عارفه اي حاجه وبتدهوس في ارض الناس، دي حاجه جن. السلام عليكم. اهلا يا ابوسي. اهلا وسهلا. اهلا يا كباب. اتفضل اتفضل. ايه حكايتك يا كباب؟ بقالك مده ما نزلتش البلد. كنت في الصعيد ماموريه شهرين كده، اول يوم اجي المكتب النهارده. كويس ان انا لقيتك. تشرب ايه؟ انا مش هشرب حاجه، انا جاي اقدم شكوى في القياسين بتوعكم. الله، ليه؟ عملوا لك ايه؟ عملوا ايه؟ نزلوا دهوسوا في الارض بتاعتي بحجه ان هم عليه بيحددوا السكه الجديده. السكه؟ ما هي لمصلحتك يا قبيصي. انا اخر مره كنت في البلد سمعت انك ناوي تاخد الفدانين بتوع سرحان. دول عايزين يمشوا السكه الجديده في الارض بتاعتي، في الثلاث فدانين بتوعي والفدانين اللي خدتهم من سرحان. اقول لهم ده غلط واوريهم الخريطه مفيش فايده. ما انت عارف القياسين فهمهم على قدهم. عموما نصر الله الرئيس بتاعهم. نصر الله يا نصر الله. قبيصي بلدياتنا ومن اعز الحبايب، وليه عندك شكوى؟ خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. شوف بس نصر الله، مش هي دي الخريطه بتاعت السكه الجديده اللي هتمشي في دقلوس؟ ايوه دي الخريطه الاولانيه، بس دي اتعدلت. تعدلت؟ تعدلت ازاي؟ يعني السكة الجديدة رجعت لورا بيجي 1000 متر. رجعت 1000 متر؟ دي معناها تبقى كانت الأرض بتاعتي. أدي المشروع الجديد أهو. جديد؟ ومال المشروع الأولاني؟ وأنتوا غيرتوه عشان تاخدوا أرضي؟ يا حاج في اعتبارات فنية وهندسية خلت اللجنة تعدله. لقوا ان الكوبري مش هيستحمل العربيات، فقالوا بدل ما يعملوا كوبري جديد ويكلفوه غيروا السكه.
تغيروا السكه عشان تاخدوا ارضي وتقول لي هندسه وكوبري وما اعرفش ايه. تعالى بس كده تقوس. تعالى ايه ده بس ايه ده؟ مش هي دي السكه الجديده يا نصر الله؟ اي طب ما هي متعوضه يا قبيصي ال 12 ايراد اللي انت خدتهم من شيخ البلد على الدوران عدل دول يتباعوا بالمتر. يا حمدي ماني انا رجعت في البيع. ايه رجعت في البيع؟ حظوا بقى الشيخ احمد الطويل دول يفكوا ازمته. تفكوا ازمته هو وتاخدوا ارضاني؟ ما هيصرفوا لك تعويض محترم. تعويض ايه اللي هيصرفوه؟ هيصرفوا لي كام وامتى هيصرفوه؟ نعمل له استعجال ما تخافش. تستعجلوه وتاخدوا ارضي؟ تعالى بس بس اجيب لك ليمون عشان تستهدى شويه. تجيب لي ليمون وتاخدوا ارضي؟ استهدى بالله يا قبيص احمد ربنا انها جت على قد كده. هو هيكون في ايه تاني بعد كده؟ تاخدوا ارضي وتقولوا لي ابدا انا ممكن هسيب ارضي ابدا حتى لو عملوا سكه جديده. انا هزرع سكه جديده. انا هزرع سكه جديده. ربنا يسترها مع الراجل ده. ده راجل هيتجنن. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول لك إن في ملك من السماء بينادي كل يوم اللهم أعطي كل ممسك تلفا واللهم أعطي كل منفق خلفا. اتأخرت علينا في مصر يا ابو زغلول. خضتنا عليك يا اخوي. الله مالك يابا فيه ايه؟ راحت اهلي راحت يا زغلول راحت في السكه. ارضنا اني واحده يابا؟ الاتنين يا ولدي الجديده والقديمه القديمه والجديده راحت الأرض بالسكة. فداك فداك يا أبو زغلول. المهم أنت يا أخوي المهم أنت بخير. عرفاني دوران السكة طلع على أرض مين؟ على 12 جيران بتوع أحمد الطويل. يا ريتك ما رجعت في البيع. خلاص هني قبيصي ما عدلوش شبر واحد في البلد كلها. هدي نفسك يا ابو ما تعملش في نفسك كده. ربنا يعوض عليه. يعوض علي هو اللي بيروح بيرجع تاني. زغلول يا اخويا ان شاء الله السنه دي هياخد البكالوريا وباذن الله هيدخل الازهر. لا لا ما يدخلش الازهر. استوصوا في البكالوريا وفي المساحة ويرسم خريطة تانية ترجع السكة زي ما كانت الأول. طيب طيب يا أخوي استغفر الله العظيم استغفر ربك كده يا أخوي وما تعملش في روحك كده. راحت الأرض يا كبيسي راحت الأرض يا كبيسي. القديمة والجديدة الجديدة والقديمة راحوا الاثنين يا قبيصي راحوا الاثنين يا قبيصي راحوا الاثنين يا قبيصي.
ابني خد البكالوريا يا حبيبه وطلع الاول على المعهد كله. يا الف نهار ابيض يا الف نهار ابيض. اقبل الشهاده اللي بعديه واللي بعديه. اني هروح ابللكوا الشربات. مفيش بعدها يا اما، انا هتوظف بالبكالوريا. انت كل شويه هتطلع لك بحكايه، انت هتدخل الازهر، احنا متفقين على كده. هو انا كاره يابا، بس الواحد يخلي في عينه حصوه ملح. يعني بتستحي قوي؟ هتفضل لحد امتى تصرف عليا وعلى مراتي وعيالي؟ خلينا في الجد، قول لي الاول عايز تخش كليه الشريعه ولا كليه اصول الدين؟ وش معنى دول يابا؟ انا سالت مشايخ كتير قالوا لي هم دول الكليتين اللي مربوطين بالدعوه، وانت من صغرك ربنا فتح عليك في الحكايه دي والناس ارتحت لك. انا لا هدخل شريعه ولا اصول الدين، انا هدخل كليه اللغه العربيه. تطلع مدرس عربي؟ انت الدعوه سكتك مالكش غيرها. اسمع كلام ابوك يا امين، ما تجوحش كده في كل حاجه. ياما الواحد عشان يتمكن من الدعوه لازم يتقن اللغه العربيه كويس. انت دايما تشطح كده، نقول يمين تقول شمال. يابا الدعوه لله اساسها كتاب الله، وربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنا جعلناه قرآنا عربية. عشان نفهم معاني القرآن كويس لازم نعرف العربي كويس. ما أنت عارف عربي، ولا كنت بتدرس في الأزهر بالفرنساوي؟ لازم أعرف العربي أكتر يابا. لا يبقى أنت بقى شايف لك سكة تانية. طبعا تعرف الشافعي يابا. أيوه الإمام الشافعي. بعد ما حفظ الكتاب ونوى يشتغل بالفقه، عارف عمل إيه؟ راح على قبيلة هزيل جنب مكة، وكانت هذه القبيلة بتعرف اللغة العربية وأسرارها كويس. قعد معاهم 10 سنين يتعلم منهم اللغة، وبعد كده ابتدى يدرس الكتاب والسنة ويحط مذهبه. انت يا سامي سكتك زي ابوك، بعد ما تحفظ القرآن تكمل تعليمك في الأزهر. الله يرحمه الشيخ أحمد الطويل، ربنا يسترها معاه في الآخرة زي ما سترها عليه في الدنيا. ده يا مولانا كان رأي الإمام الشافعي الأول، لكن رجع عنه بعد ما راح مصر. الله يفتح عليك يا ابني، الله يفتح عليك. بنتي يا فاطمة. نعم يا ست. انزلي يا بنتي ما تطلعيش فوق. ليه ست؟ أبوك بيذاكر، السنة دي آخر سنة، ادعي له ربنا ياخد بيده. المشايخ
الحاصلون على العالمية مع إجازة التدريس الأول الشيخ محمد متولي الشعراوي.